صباح الخير واهلا بيكم يا شباب، وحلقه جديده من شباب على الهوا. النهارده في البرنامج احنا بنحتفل مع ضيوفنا الشباب الابطال اللي شرفونا في بطوله كاس العالم لالعاب القوى واللي اقيمت مؤخرا في شرم الشيخ. طبعا حدث مهم جدا ولازم نركز على الالعاب اللي احنا متفوقين فيها بشكل كبير جدا، وابطالنا الشباب ازاي وصلوا البطوله. موضوع البطوله ده انك تبقى بطل حاجه مش سهله ابدا، محتاجه مجهود وتخطيط واستعداد نفسي انك لازم توصل لهدفك في يوم من الايام. اصرار واراده من الشباب وقد ايه الرياضه ممكن تفيدنا في حياتنا، ده موضوع حلقتنا النهارده والبطوله. يلا بينا فاصل ونستضيف ابطالنا. الأبطال اللي نورونا في البطولة، وبطولة مهمة جدا، وكلهم محافظة سوهاج النهاردة، ونتعرف عليهم. احنا معانا كابتن حسن علي، كابتن فريق، اهلا بيك. اهلا وسهلا. وكمان عبد الرحيم حمدي، اهلا بيك. اهلا بيك يا بطل. وسندس النحاس، ازيك عاملة ايه؟ احنا ابطال، ده موضوع لازم اقول لكم الف مبروك. طبعا الله يبارك فيك. الف مبروك مجهودكم، الف مبروك ان انتوا وصلتوا لهدفكم، وده طبعا انا عارفه ان هو مجهود كبير وتخطيط وشغل كبير قوي. ما فيش حد بيبقى بطل او حد بيبقى سوبر في حاجه الا اذا كان فعلا تعب قوي فيها. حصل. ممكن بس تقول لنا وتنقل للشباب، ابطال في ابطال العالم في القوه البدنيه، تمام، كلمه قوه بدنيه دي تشمل ايه؟ تشمل على الاعتماد اللي هو الكتلة العضلية، اللي هو انت بتلعب زي رفع الديد ليفت من الارض، بيبقى البار ممكن وزن تقيل في الارض، بيعتمد على ان بنيان جسمك يكون قوي. يعني هي رفع اثقال. زي رفع الاثقال بس مشتق تاني، يعني اللي هو ايه، لعبه تاني، يعني اللي هو انت بيبقى البار في الارض كده بترفعه بتقع بيه، فبتعتمد ان هو انت عندك يعني اوردر. يعني معنى كده انه امر بيتقال لي وانا بنفذه. لازم. بس طبعا لان شايل حمل معين. معين، فالحمل الامر في نزول وطلوع، يعني ماشي بتاع مضحكه. ولو انا ما نفذتهاش باخد العلم الاحمر اللي هو محاوله خطا. يعني مش مجرد ان انا اشيلها بس، لا، ده بيبقى تركيزي برضو ان انا بلعبها صح، لان انا ممكن انا بلعبها غلط، فبعد ما اطلع وانزل خالص كده يقول لي محاوله غلط، فشكرا برضو. تصدق بقى اللعبه دي صعبه؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه، لان في ناس كتير ما بتعرفش تعمل حاجتين في وقت واحد. لا، انت بتحتاج بشكل فيه مهاره جميل. عاليه قوي كده، ان انا اسمع اوردر وانفذه وابقى بعمل حاجه صعبه في تنفيذها، ولازم انفذ الاوردر صح. تمام. ان انت تعمل توازن ازاي بين الامر اللي بتاخده والتركيز وما بين الحاجه المطلوبه منك انك تعملها. ده كله بيعتمد على التدريب والكتله العضليه، لان انت لو مثلا لو بتتدرب غلط لو ما عندكش كتله عضليه مش هتعرف تثبت بالوزن فوق او ان انت تنزل بالوزن. ده كله بيعتمد على التدريب والكتله العضليه اللي عندك. لو ما عندكش كتله عضليه او تدريب مش هتعرف تثبت بالوزن او ان انت تنزل بيه. طيب انا شايفه سندس ما شاء الله اموره اهي، وشكل جسمها طبيعي، ما فيهوش اي منها شكلها غريب، تمام. هي اللعبه دي ممكن تسبب ان شكل العضلات في الجسم يبقى شكلها غريب بالنسبه للبنات؟ لا 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 لا، مفيش اضرار لاي بنت في اللعبه دي الا لو كانت بتدخل حاجه لجسمها خارجيه زي الحقن او التستو والكلام ده، وده ممنوع. ده اصلا ده غلط، في ناس بتاخده وفي ناس لا. بس ده اصلا يعني فوق السن، يعني انا اصلا تحت السن مش هقدر اخده غير قانوني. وما ينفعش اصلا، يعني في ناس بتحبب، في ناس على حسب برضو الكابتن بتاعك اللي هو ايه، بيبقى فاهم انت توجهات هو الكابتن إيه؟ بس عندنا احنا في الكلام ده هو لا، بيفضل اللاعب بياكل التغذيه السليمه بتاعته، بيتمرن. صح. بيتمرن كويس، شيء بس طبيعي اللي يخليه صحته كويسه. وعضلاته سليمه بالظبط. لكن بيبقى معانا احنا، بيبقى معانا في الـ في الـ في البطوله، زي بطولة العالم كان في شرم الشيخ، تمام، بتبقى معانا ناس اجانب شكلها غريب، بنات شكلها غريب، يعني شكلها غريب كده. بس هو مع ولا ضد ده؟ لا اكيد ضد كده. ضد مش كده؟ اكيد ضد. خلينا كده حلوين وهنبقى ابطال. ما انت بطله الموضوع. مش انت كسبتيهم؟ ايوه الحمد لله. طب خلاص، يبقى الموضوع مش بالشكل يا جماعه، البطوله ده موضوع تاني. تكنيك اللعبه ملوش على شكلك مخيف كده. لا، ده لازم بتخضع لفتره من الاعداد والتدريب، عشان خاطر بتحصل ان انت تبقى لاعب ماهر وفاهم ازاي بتلعب، ازاي ما تخطاش، ازاي الحكم يديك المحاوله بتاعتك تكون صحيحه. نتكلم على البطولة، تمام. المشاركة في البطولة
ازاي استعد لبطوله عالم؟ دي حاجه تخض يعني. انا مثلا داخله منافسه مع كل دول العالم، مش بس علشان هقابل ناس انا ما اعرفش ممكن يبقى شكل تدريبهم ايه او هم خطتهم ايه في الفوز، لا ده انا علشان حامله اسم بلدي. تمام. فهي مسؤوليه وطنيه بصراحه. يعني هي غير ان انا عايزه ابقى بطله وان هستمتع بالرياضه، الموضوع فيه مسؤوليه تانيه خالص. طبعا استعدنا طبعا مع كابتن، هو اللي كان كابتن حسن علي ماجد، بفضله يعني الحمد لله وصلنا. وبرضو احنا كنا يعني استعداد ان انت تبقى بطل وان انت تركز في نفسك مع التغذيه مع الاكل مع التمرين، كل ده بيبقى صعب في وقت واحد وتتمرن، وفي ضغط نفسي برضو ان انت مش عارف مين معاك مين جاي عليك، كل ده بيبقى ضغط. بس الحمد لله يعني قدرنا نتغلب والحمد لله خدت مركز اولى. يعني دراسة المنافسين حاجة مهمة؟ يعني ان انا ادرس تكنيك كل بلد بتلعب ايه وازاي وبتعتمد على ايه وليهم او بطولات ليهم او ايا كان، اشوف شكل يعني اخد فكرة عنهم بشكل كبير، ده بيفيدني ولا انا بركز بس في تدريبي والاوامر اللي باخدها من المدربين؟ انت تركيزك بيبقى على نفسك الاول، وبعدين انت بتشوف مين المنافس او مين اللي داخل معاك، وعلى حسب بقى انت بتجمع في الاخر على حسب التوتال بتاعك وتوتال المنافس معاك، والتوتال اعلى بياخد المركز الاول على حسب مجموعه. يعني ممكن اللاعب بتاعي بيفرق عن لاعب تاني بكيلو نص كيلو، يكسب هو اول ولا تاني. والشباب دي برضو كسرت رقم عالمي، فشرف بلد عبد الرحيم كسر رقم عالمي من لاعب روسي، كان لاعب 160 هو لاعب 175، فاصبح هو محقق الرقم العالمي والرقم ده باسمه هو، يعني الميزان ده باسمه هو. نفس الكلام سندس من لاعبه استراليه، تمام كسر ل 127 من لاعبه كانت جايبه 120، فبسم الله ما شاء الله. يعني الشباب دي لسه ناشئين وعاملين حاجه حلوه ما شاء الله. وعندنا انا متكون من 27 لاعب بطل عالم، بس المكان مش كلهم ابطال. بسم الله ما شاء الله انا بفتخر بيهم كلهم. الحمد لله. كلهم بيتعبوا السنه كلها وبيتمرنوا، وكلهم بيدرسوا كليه، اللي في المعهد اللي في ثانويه اللي في اعدادي. موضوع التوازن بين الدراسه وبين الرياضه، وخصوصا وقت الوقت الصعب بقى اللي هو استعداد لبطوله، ودي حاجه مهمه جدا. يعني ما ينفعش ان انا اثر فيها، وما ينفعش ان انا اخدها انها حاجه يعني بالدرجه تانية، لازم تبقى بالمساواه مع كل حاجه انا بشتغلها. طبعا. ازاي بيتم ده؟ الانسان الناجح ناجح في كله، يعني ما ينفعش يبقى ناجح في الرياضه ومهمل دروسه، لا انا فالح في الرياضه بس، انا الباقي لا لا، احنا كده كلنا. بتعملوا ايه ده؟ بص، هو اللي عايز يبقى حاجه هيبقى مش هيقول انا على درس فمش هتمرن، او اللي عايز يقول انا هتمرن مش هروح الدرس. ايه يعني لو ميعاد الدرس وميعاد التمرين في وقت واحد هعمل ايه؟ لا بقعد له بستناه بيخلص دنيته كلها وبيجي. يعني ممكن ساعات نتمرن ساعتين بالليل، ساعة واحدة بالليل، بس أهم حاجة ما نسيبش التمرين عشان البطولة دي طبعا أهم حاجة. التمرين مسؤولية كبيرة. أيوة طبعا مسؤولية كبيرة. عموما أنا يعني مبسوطة قوي إن أنتوا متحمسين كده، ودايما البطولة كده محتاجة حماس وشجاعة وإصرار، غير كمان المهارات. فدلوقتي إحنا هنروح لتقرير وهنكمل كلامنا لمعرض التقرير. بشكر عبد الرحيم حمدي بطل العالم، مبروك يا بطل، ان شاء الله اشوفك دايما في بطولات اكتر واكتر ان شاء الله. باذن الله. شكرا لك. يلا بينا نشوف التقرير مع بعض. جميلة، وإن شاء الله في شباب كتيرة ألعاب كورة وعلماء وأطباء وكل حاجة، ولازم نقتدي بالناس ديت ونعلم أولادنا إن هم يقتدوا بلعيبة الكورة أو أيا كان حد يكون قدوة، يكون نتعلم منهم ونتشرف بيهم ونقتدي بيهم ونبقى زيهم إن شاء الله كده. عندنا كالشباب والأطفال والكبار والصغيرين، بتبعد الأطفال وبتبني جسمهم وبتغذي عقلهم، بتبعدهم عن حاجات وحشة كتير سواء مخدرات سواء، علشان يحافظ على جسمه ويعمل فورمة كويسة، فبالتالي بيبعد عن أي حاجة وحشة. فنفضل نقول إن الرياضة هي أهم حاجة. لا يا حاجة كويسة، احنا عندنا ما شاء الله في الهاندبول هنا احنا من احسن الدول اللي في العالم. هي ليها اهميه كبيره في الجسم وفي تفكير البني ادم وفي بنيان جسمه، والعقل السليم في الجسم السليم طبعا للبني ادم. ومن اهم صفات اصلا الدينيه الرياضه، زي ما سيدنا عمر امرنا بالسباحه والرمايه وركوب الخيل، فهي ليها اهميه كبيره جدا جدا في حياه اي شاب. بتساعدهم ان هم يعني يكونوا شباب كويسه وجسمهم كويس، ومثلا التدخين المخدرات الحاجات دي،
ويعني اللي هي بتكون حاجة محفزة ليهم. يعني الرياضة عموما ديت الحاجة الوحيدة اللي بتعود لك في حياتك، دي الحاجة الوحيدة إذا كان أخلاقيا هي الحاجة الوحيدة اللي بتنميك أخلاقيا، دي الحاجة الوحيدة بتبعدك عن حاجات كتير، عن سلوك حاجات كتير مثلا زي المخدرات، كل الحاجات دي كلها بتبعدك عنها، بتبعدك بتخليك تشوف فيها أحسن من الناس، ما بتخليكش يعني تبقاش أنت مثلا مع فئة تانية خالص، لو بتطلع لفئة تانية خالص بتكون من الفئة ديت. انضمت لينا في الاستوديو بطلة العالم أثار أحمد، أهلا بيكي. طبعا حاجة جميلة قوي ان احنا نحصل على لقب بطل او بطلة، فده بيدينا حافز كده ان احنا نفضل نستمر ونجتهد اكتر. ولا بتحسي انتي وصلتي خلاص ان انا بطلة يعني؟ لا اكيد لا، بعد كده كل حاجة سهلة. لا بالعكس خالص، ده لسه في حاجات تانية كتير، ده يعتبر البداية. بداية؟ اه طبعا. طب والتخطيط للخطوة الجاية ايه؟ لا بصي حتى البداية يعتبر، فلسه في حاجات كتير هنعملها ان شاء الله. كنت تتوقعي انك تفوزي باللقب؟ بعد التعب بصراحة، تمرين وكده، فاكيد اه الثقة يعني طبعا. اكيد اه انا صدعنا كتير بصراحه. قبل ما هم يتضموا لينا كان في، كانت معايا سندس بس في 2023، كانت هي البنت الوحيده في الفريق، ف وكان معايا 12 ولد، كنا فعاملين نجاح كبير 16 ميداليه في 2023 في الغردقه. ف 2024 اتضمت لينا كابتن اثار تمام ومريم، وفي بعض من الزملاء يعني بقيه الفريق الجداد على القدام، فبنكمل بعض. وحاليا دلوقتي احنا بنعمل اعداد اكبر، يعني اعداد الفريق بتاعنا اللي هو ازيد من 27 واحد. دخول اللعبه دي ممكن من اي سن؟ بيبدا ممكن معايا ممكن من سن 14 سنه. من سن 14 سنه؟ اه بيبقى ليه تمرين معين، ليه تمرين معين وليه اعداد معين برضه. كل واحد بيبقى ليه قصه كده في تمرينه وفي اكله وشربه وميزانه. انت هتعجب. انت واخده لعبه مش بناتي بصراحه، يعني لا لعبه ناشفه شويه. اه شويه صح؟ شويتين. لا دلوقتي مفيش حاجه للبنات ناشفه خالص، مفيش حاجه للبنات، بس يعني شيل حاجه تقيله وحاجات كده، يعني ما هياش مش هي الحاجات اللي ممكن تيجي في اذهان البنات، يعني كتير تنس ممكن، باسكت ماشي زي بعضه، باتيناج حلو برضو، سباحه طبعا، يعني في حاجات كده. لو في ام بتقول لبنتها يلا نلعب رياضه مش هتيجي ببالها اللعبه دي، ما احنا بنحب التغيير. فقولي لي بقى اخترتيها ليه؟ يمكن نخلي الناس تفكر بشكل تاني. لا بصراحه انا كنت داخله الجيم عادي يعني خالص، ما كانش في دماغي بطوله او اي حاجه زي كده. عايزه ابقى صحتك كويسه. اه فالحمد لله يعني بعد فتره كده لما دخلوا بطوله 23 سنه اللي فاتت، فطبعا في حماس شويه طبعا، لان هو يعني في ناس دخلت وعملوا مراكز حلوه خالص طبعا، بس فليه لا، بس فدخلت فيها السنه دي الحمد لله وجبت مركز. مبروك. الله يبارك فيك. كلمتوني كتير التدريب الكويس، التدريب الكتير، التدريب بيبقى كام ساعه يعني؟ يعني كام ساعه في الاسبوع؟ كم ساعه؟ ممكن نتمرن في الاسبوع 6 ايام، رايح يوم واحد، بساعتين ونص. كلنا بنتمرن كلنا في مكان واحد كتير، فما ينفعش نتمرن كلنا في وقت واحد. بيبدا تمريننا ممكن من الظهر لحد يعني الساعه 2 بنقسم مجموعات بالليل صح، كل ده في مكان واحد. وهو الاصح يا سندس كمان ان احنا نقسم مجموعات، لان كل مجموعه ليها ظروفها. بالظبط. يعني في ناس ملتزمه بمدرسه، في ناس تانية ما اعرفش عندها دراسه في ايه، عندها درس في ايه كليه، فبيخلص بيجي بيشوف دروسه وكورساته. الكابتن بيبدا يشوف الجدول مين مناسب ليه المواعيد دي ويكون مجموعات، وده بالنسبه لنا يكون اكثر مرونه، يعني ان الناس تقبل على الالعاب صح. كنت بتقسمي وقتك ازاي بقى؟ احنا كفتره البنات عامه لما كنا بننزل نتمرن بننزل نتمرن الصبح، وعلى حسب بقى ايه كثافه التمارين بتاخد قد ايه ساعه، اللي هو يعني مثلا تمارين البنش غير تمارين اصلا الديد ليفت، ده كل واحده ليها كثافه وليها جدول فاحنا بنمشي عليه. انا اللي عاجبني فيكي يا اثار ان انت داخله بطله، ان انا عايزه ابقى بطله. ايه يعني المشكله وهدفي؟ وما دام تعبت لازم عادي يعني. في كده حته كده فيها اصرار على تفاؤل. خلط طيب، الخلطه السحريه اللي بتخلينا ناجحين في كل جوانب الحياه، يعني نقدر نعممها في كل جوانب الحياه، الشخص اللي عنده بطوله او هدف وصل له ده بتلاقيه بيأثر بيظبط، بيحاول يظبط يعني يظبط هنا ويظبط هنا، فدي بتبقى تمام معاه. انا ما دام بقيت عاليه جدا في جزء يبقى انا في الاجزاء الثانيه مش عارفه اوازن قوي. الرياضي مختلف. طبعا. سلوكيات الرياضي مختلفه عن اي حد، بتخلي اللاعب عنده ثقه في نفسه، بتخليه عنده حضور ذكي، عنده الاجتماعيه، الحل الاجتماعي بتاعته مع الناس كده باسلوب كويس، ما بيبقوش يعني
الاسلوب بتاعه مش لطيف مع الناس. بيتعلم مهارات اجتماعيه تقصد صح؟ بالظبط. يعني بيبقى قريب بتخليك برضك عندك اللي هو التفاؤل كده في دايما في حياتك انت. وبتخليك بتبعد عن اللي انت بتشوفه اليومين دول. هم يعني انا الشباب انا خليني في اللي انا في الرياضه احسن، سلوكي يبقى كويس احسن. القلق اللي قبل البطوله ممكن يعطلنا عن النجاح؟ القلق ده حاجه اساسيه طبعا. التوتر احنا من كتر التوتر ممكن ما ننامش، بس اللي هو توتر انت مين معاك في البطوله، طب مين داخل، طيب يلعب، عاوز اكسب، لازم اكسب ان شاء الله. اول يعني خطوه بتاخدها انت خلاص دخلت وهتسخن داخل عرضي، لا انت بتاخد بتجمع ثقه، انت لازم اللي هو ازش تحت البار بس وهتخلص من القلق كده. خلاص بقى هفتكر كل تعليمات الكابتن وهبدا ان انا اشتغل. مهم ان انا يبقى عندي توازن نفسي، يعني ان انا يعني ما تخضش لما اشوف حد بيلعب كويس او ده بنعملوه في التمرين صح، بنعملوه في الجيم عندنا في التمرين. بنتمرن باسلوب ان انا في بطوله وحكم واقف قدامي، كابتن بيمرني مش بيتعاطف معايا خالص، بيعاملني بقسوه خالص، بحيث ان انا لما اروح اللي شفت منه هشوفه بالظبط، فخلاص انا بتمرن على كده، هعمل على الجو الخارجي بالظبط. انا بشكر ابناء سوهاج، احنا مليون تحيه لمحافظه سوهاج طبعا وابنائها الابطال. بشكركم جدا، نورتوني النهارده، كابتن حسن علي كابتن الفريق، واثار احمد وسندس النحاس ابطال مصر. شكرا. ودايما اقابلكم وانتم ناجحين ومميزين في كل بطوله باذن الله. شكرا لكم. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم دايما على خير، الى اللقاء.